الإعلامية يلي أطلقها الإعلام تزامنا مع ذكرى استشهاد الرمز ياسر عرفات ويلي حملت شعار عهدنا استمرار حتى النصر. بداية الرحمة لأرواح شهدائنا الأكرم منا جميعا. عهدنا استمرار حتى النصر كان لابد أن يكون عنوانا لهذه الحملة الإعلامية التي يطلقها إعلام حركة فتح في لبنان حياء لذكرى 18 لرحيل واستشهاد القائد الرمز المؤسس ياسر عرفات أبو عمار. عندما قمنا بجولتنا على كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان وجدنا هذا التمسك بالثوابت التي أرساها ورسخها الشهيد ياسر عرفات بين أبناء شعبنا الصغار والكبار، يستذكرون عظمة هذا الرجل وتاريخه الذي نقل شعبنا من رماد النكبة إلى لهيب الثورة، ونحن نعاهده ونعاهد أبناء شعبنا جميعا ونعاهد سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن على المضي قدما متمسكين بهذه الثوابت حتى النصر ولا شيء غير النصر. ومن هنا كان عنوان حملتنا الإعلامية في إعلام حركة فتح في لبنان: عهدنا استمرار حتى النصر، لأن النصر هو غايتنا والعودة إلى أرض الوطن وبناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما جرت العادة بكل عام، إعلام حركة فتح في لبنان يطلق حملة إعلامية تزامناً مع ذكرى استشهاد الرمز ياسر عرفات، وحملتنا لهالعام حملت عنوان عهدنا استمرار حتى النصر. الحملة بتتضمن الأعمال والمواد الإعلامية المتنوعة يلي قام فيها كادر قناة فتح تي في، واستهدف فيها كافة الأطر الحركية الفتحوية وشخصيات لبنانية رفيعة المستوى من شمال إلى جنوب لبنان. هالحملة حاولنا من خلالها نسلط الضوء أو نذكر بعض من المحطات النضالية يلي قادها الشهيد الرمز ياسر عرفات.